عشان نكون في الصورة بشكل أكبر وناخذ تفاصيل أوفى حول هذه العملة وأيضا حيثياتها وقيمتها، ينضم لنا الباحث في تقنية المعلومات والنظم الأمنية الأستاذ عادل الغامدي. حياك الله معنا في ام بي سي في أسبوع. أستاذ عادل، بداية بودي أن أسألك عن هذه العوامل اللي ساهمت في القفزات الأخيرة لعملة البيتكوين، يمكن تابعت وكثير من المشاهدين هبوطها خلال العامين الماضيين بعد ارتفاع كبير حققته في عام 2021. أهلا وسهلا، نهاركم سعيد. هو بالفعل البيتكوين الناس منبهر من ارتفاع 52,000 دولار، عملت منها من سنتين قاربت على 60,000 دولار. البيتكوينز هي الناس في عندها التباس بين العملة الرقمية والعملة المشفرة، في اختلاف جوهري بين العملة الرقمية والمشفرة، هي تصنف من ضمن العملات المشفرة. بصراحة البيتكوينز وعملات كثيرة جدا حصل انهيارات عالية عليها جدا، في شركات أفلست، في شركات تقفلت بالكامل، في عملات رقمية اختفت، بس البيتكوينز انه هو تقريبا اول عملة رقمية ما زال مسيطر على السوق وكل التوجهات عليها. انا اشوف الصعود ما في قراءة اقتصادية نقدر نحدد ايش سبب طلوع البيتكوينز، لكن هي دائما زي ما انها عملة رقمية، عفوا عملة مشفرة، ما يستخدم فيها، عدة دول الان منعتها من ضمن الحكومة السعودية، ممنوع التعامل في البيتكوينز، ما تقدر تتعامل فيها. البيتكوينز حول العالم اتجهت في اتجاه الجريمة، اتجهت في اتجاه المخدرات، اتجهت في اتجاه التموينات الإرهابية، لأنه في صعوبة في التتبع العمليات. وبرضه في نفس الوضع نشوف أنه اليوم هي المهلة النهائية لبايدن على الحوثيين عشان هجمات البحر الأحمر. طب كيف عمليات الجماعات هذه، كيف حيتم تموينها، كيف حيتم نقل الأموال بينها؟ إذا البنك المركزي مراقب، إذا العمليات التحويلات الدولية مراقبة، أنا ما عندي إلا بيتكوينز هي الوحيدة اللي أقدر أتصرف فيها. وعدة سياسات، عدة أحداث سياسية بنطالع فيها، بنلاقي البيتكوينز دائما أو العملات الرقمية دائما تتأثر بالأحداث السياسية، والسبب الرئيسي أنه الهروب من الرقابة. طيب يعني أستاذ عادل، الآن لو تكلمنا عن توقع الارتفاع، يعني هل راح يستمر هذا الارتفاع برأيك، وكمان أو ممكن يعني يكون في هبوط قادم زي ما شهدنا في الفترة الماضية؟ هو شوف، التوقع الصحيح صعب جدا، لاني انا لما تجيني على شركه موجوده في السوق الاسهم السابق، ارامكو، اتصالات سعوديه، لا انا شايف الشركه عندها اصول، عندها نمو، عندها مشاريع. البيتكوينز هي عمله ما في اي جهه في العالم تقدر تديرها، انت حسابك في البيتكوينز لو اليوزر نيم والباسورد راح، فلوسك بالكامل انتهت فيه. انت عشان تبيض الاموال هذه اللي في البيتكوينز تصرفينها، العمليه ما هي سهله، بتتعاملين مع دول عده عشان تشترين منها أجهزة، يعني بنخش في عملية مشابهة لغسل الأموال. أنت عندك ثلاثة بيتكوينز تعادل 150,000 دولار، ما حتقدر تصرفين المبلغ هذا في أي مكان، علما بأنه في مكان حول العالم تقبل تصرف لك البيتكوينز، بس حيصرف لك 100 دولار في اليوم. طب أنا عندي 150,000 دولار، إذا بتصرف لي 100 دولار في اليوم معناها أنا حجرس كم عشان أصرف المبلغ بالكامل؟ تبي تروحي على المكاتب الخاصة في التعامل في البيتكوينز ويشتريها منك بخصم 5 10 20% وبيعطيك المبلغ، بيعطيك مبلغ 100,000 دولار كاش، كيف حتتصرفين فيه؟ حتنشين في المطار؟ الموضوع ما هو سهل. أستاذ عادل، يعني أنت بحديثك، اسمح لي بس بحديثك، وكأنك يعني تقول أنه هذه عملة غير شرعية وغير نظامية رغم وجودها في العالم وتداول كثير من الصناديق الاستثمارية حول العالم، يعني حتى في أمريكا خلال الفترة الماضية في صناديق سيادية استثمارية قوية يعني استثماراتها الرئيسية فقط في البيتكوين. في دول في العالم معتمدة البيتكوينز عملة رسمية عندها، في دول في العالم السلفادور اعتقد ماني غلطان، البيتكوينز عملة رقمية في البلد، لما ما قدروا يحافظون على نمو العملة حقتهم تدخلوا في البيتكوينز واعتمدوها. حتى في أمريكا الدولي الرقمية والبيتكوين يعني متداولة بكثرة، في مواقع الانترنت في امريكا تقدر تشتري سيارة عن طريق البيتكوينز في امريكا بشكل نظامي. نعم، في مواقع شركات، اي نعم موجود. هو شوف، في دول كثيره مقره فيها، لكن تجي طالع دول العالم، عندنا في السعوديه ممنوع التعامل فيها كليا. انت لو تروح مثلا، لو تستضيفوا احد الاصدقاء او احد الزملاء في وزاره العدل او في مراكز الشرطه في وزاره الداخليه، بيبلغكم عن كميه القضايا المرفوعه وكميه النصب والاحتيال في العملات الرقميه. يعني انا تحضرني جلسات كثيره واسمع من اصدقاء كثير، فلان اتمسك، كان شغال في قضيه عملات رقميه، وفي نهايه اتضح انه هي
الستار لعملية غسيل أموال وعملية تهريب. ترى الشيء هذا موجود في الشرط، لو تتواصلون مع المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية في الشرطة أسألوا إحصائيات إيش في قضايا عندكم مرفوعة بالعملات الرقمية والعملات المشفرة، حتتفاجأ بالأرقام. الدول تستخدمها أوكي، في دول مقرة فيها، ما في دول كثيرة الأشياء كثيرة مقرة فيها، في دول ثانية ممنوعة، لكن في النهاية حتى الحكومة السعودية عندنا مانع التعامل فيها ومانع أي تعامل، ومش الحكومة السعودية، عدة دول، لأنه الهدف الرئيسي أنت ممكن تضيع فلوسك. أنت حطيت 100,000 دولار في بيتكوينز، أنت دحين البنك حقك عندك حساب في البنك في 100,000 ريال وعندك بيتكوينز 100,000 ريال، ضيعت بطاقة الصراف، ضيعت كل معلوماتك في البنك، حتقدر تروح عند البنك حتوري بطاقة الأحوال حقك، بيرجع لك كل حساباتك، بيرجع لك بياناتك، بيعطيك في البيتكوينز، أنت انتهيت، إذا راحت فلوسك أنت انتهيت. ما في جهة رقابية، ما في جهة تنظيمية، صحيح. ما تقدر في عملية العمليات، أنت لما تحول من شخص لشخص معروف الطرفين، في البيتكوينز غير معروف. وضحت الصورة، كل الشكر لك ضيفنا الباحث في تقنية المعلومات والنظم الأمنية الأستاذ عادل الغامدي، شكرا لك.